اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم عرفي ان انا بحب الشعر ده عليك اكتر، بيفكرني بمريم اللي انا عارفها، مريم اللي واقفه جنبي لغايه لما بقيت رئيس، اللي فادتني بروحها ودمها. نعم كل ده كان عشان المصلحه، طموح اللي جواها، بس شعور لذيذ اوي ان الواحد يحس ان في واحده واقفه جنبه بتسنده وبتعمل له كل اللي هو عاوزه. كل ده راح فين؟ فضلش منه غير الانسانه اللي قاعده قدامي دي. تقدري تقولي لي ليه عملت كده؟ ليه؟ رد عليا، ليه عملت كده؟ تأكيد اتجننت. عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت اذيتيني كتير وانا استحملتك، لكن ولادي ما لهمش ذنب،
منى عملت لك ايه؟ اذتك في ايه؟ ليه دخليها في الصراع المجنون ده؟ شيطانة. مش بنتك قالت عليا ان انا شيطانة؟ ومع ذلك انا ما عملتلهاش حاجة. هي كل مصيبة بنتك هتقع فيها هتلبسها لي ولا ايه؟ بنتك متصورة صوت وصورة مع انيس. ودي مش حاجة غريبة عنها. تحب افكرك حكايتها مع عمر؟ خلاصي! بنتي اشرف منك ألف مرة، ألف مرة! انت بجد اتجننت. الكرسي جننك. فوق البلد بتولع وانت جاي تكلمني في كلام فارغ؟ صور منى على فكره عندي، ما عنديش مانع ان انا اوريها لك. الصور دي انا كنت ممكن اسيبها تتنشر. وقفي هنا، وقفي وكلميني، رد عليا. وكانت ممكن تدمرني وتدمرك وتدمر العيله المحترمه اللي انت بتتكلم عليها. بدل ما تيجي تشكرني عايز تمد ايدك عليا زي الصيع اللي في الشارع. مين اللي صور الصور دي؟ مش مهم مين اللي صورها، اللي عمل كده خلاص خد جزاه. انت كدابه، انت اللي دبرتي كل ده، وانا ما حصرتك قلت لك ولادي خط احمر، اللي هيمسهم بسوء هشيله من على الارض شيل. وش معنى يعني ولادي خط احمر؟ ابويا انا كمان مش خط احمر؟ انت بترضالي بقى واحده بواحده. ابوكي قصاد بنتي، ابوكي اللي غرق الشارع بالدم، وانت طبعا ما خططتي كل ده. ابوكي هانم مجرم، وزيه زي اي مجرم لازم ياخد عقابه، لان القانون ما فيهوش رجب. وكان فين القانون ده لما فرتكت كمان مليون حته؟ برضه القانون ما فيهوش هاشم. هاشم عشان خاطري فوق. بلاش تهد كل اللي احنا بنيناه. افرض عن رجب، انا كنت ممكن اخرجه بطريقتي بس ما رضيتش احرجك. كفايه بقى، كفايه كفايه كفايه، خلاص مش عاوز اسمع صوتك، مش عاوز اشوف وشك. اسمعي، ابوكي مش هتشوفيه طول ما انا عايش، وانت هترجع للشارع اللي جيتي منه. تفتكر النظام هيسمح لك انك تعمل كده؟ انا يعني من النظام، انا النظام. طالب طالب. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. أقدر ولا تف؟ مش عارف اقول لك ايه. اقول لك الله يسلمك ولا اقول لك ايه يا ماجد؟ قول لي هارد لك. انا كمان هقول لك هارد لك. الحمد لله احنا لسه عايشين. لسه خسرنا، خسرنا كل حاجه يا عمر. انا اترميت في المصحه دي، مش عارف هخرج منها ولا مش هخرج. وانت مين عارف؟ يا ترى مريم هتسيبك ولا لا؟ خلاص انا بقيت حاسس ان الارض نفسها بتتهد تحت رجلينا. مسألة كلها شوية وقت عشان نلاقي حاجة نوقف عليها. ندمان يا ماجد؟ لا خالص خالص، مش ندمان على اي حاجه، بس مش مصدق، مش مصدق كل اللي حصل ده. بعد كل ده تعمل فينا كده؟ تعمل فيك انت كده يا عمر؟ طب انا ابن عيالي اكتر واحد حبها في حياتها، الوحيد اللي كنت مؤمن باللي هي بتعمله، كنت بشجعها.
احمد ربنا عملت اكتر من كده باللي كانت اقرب منك. ليه عملت كده؟ ليه؟ معرفش معرفش، بس كل اللي اعرفه ان السلطه بتدوس على اي حاجه في طريقها، ما بتفرقش بين عدو وحبيب. وانا قلت لك قبل كده ان اللعبه كبيره واحنا مش قدها. بنتي يا انيس، بنتي، انت تعمل كده بنتي؟ انت ادفع ادفع من ان انا اضيع 5 ثواني معاك، مش 5 دقايق. تقدر تقول لي الهنم وعدتك بيه عشان تعمل الجريمه الدنيئه دي؟ يا فندم الهنم مالهاش دعوه بالموضوع ده خالص. انا اتخدرت زي منا هانم من ساعتك ما اتخدرت بالظبط، ورمون الرميه المهببه دي. بالعكس، ده الهانم الله يسترها هي اللي لحقت الكلاب دول عشان ما يعملوش اي تصرف مش متصور. انت كنت صاحب مسرح وكان عندك ممثلين ياما، ما اتعلمتش منهم اي حاجه، حدوتك تافهه خبيه مش قادر اصدقها. عارف لو ما اتكلمتش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ رئيس جنابك ليه مش مصدقك؟ عشان انت كذاب كذاب كذاب. تمام يا فندم، اسمح لي انا استقيل. استقيل؟ انت فاكر نفسك وزير بجد؟ ده حته شباشير كلام حطيته عشان يشيلها الشنطه ولا يروح يفتتح معاها المكتبات؟ لزوم الفشخاره والوباءه الكذابه. انت وزير ثقافه؟ انت جاهل؟ انا مش بس هاقلك من الوزاره، انا هاقلك من الحياه نفسها. مش اطلع بره بره بره. عشان تعرف ان مالكش غيري. ما تخافش يا انيس، انت في حمايتي. انا عمري ما اتخلى عن الرجاله بتاعتي. ما عارف يا حلم، ربنا يخليك لينا طول عمرك هنينا. طيب بالمناسبة دي أنا مش هاخد الصور والفيديوهات بتاعتك؟ الصور والفيديوهات؟ أمال أنا هزلك طول عمرك بإيه يا أنيس؟ يعني إيه هتزل؟ يعني الحاجات دي هتفضل معايا، عشان لو قلت بأصلك وفكرت تعمل حاجة كده ولا كده. أصل الوساخة طول عمرها في دمك يا أنيس. وبعدين أنا لسه في حاجة عايزاك تعملها لي. خير؟ إيه تاني؟ موضوع استبعادك من الوزارة أكيد هيتصرف في خلال 2 3 أيام. هتلاقي الصحفيين محاصرينك في كل حتة. عايزاك تديهم سبب لاستبعادك ده. هقول لهم السبب؟ أنت جننت يا أنيس؟ عايز تقول لهم على السبب الحقيقي؟ عايزك تقول لهم إن أنت اللي رفضت الوزارة عشان تفكير هاشم الرئيس ما بقاش عاجبك. قراراته اللي بياخدها هتودي البلد في 60 داهية. املى. اديني اديتك السيناريو، الحوار عليك بقى. تلاقيك دلوقتي بينك وبين نفسك عمال تلعن وتسب في اليوم اللي انت ساعدتني فيه. مش مهم، ده مش هيغير حاجة. عشان تعرف ان انت بني ادم غبي راهنت على الحصان الخسران، ما عملتش زي ما الشيخ فؤاد عمل، راهن على الكسبان. ممكن تمشي دلوقتي، لما عوزك هبقى اقول لك. تحت امرك. أو استنى، أنا محتاجة لك. عندي مقابلة دلوقتي، رئيس تحرير جنان الخبر هيعمل معايا مقابلة إعلامية،
عايزه حد يستقبلني عشان بهجت خلاص ما بقاش موجود. بهجت؟ ايوه بهجت. سيبني في المصحة دي لغاية ما تنسي. اوعى تسيبني اهو. انا لما جيت هنا ما كلمتش حد الا انت. انا عارف ان ما عادليش حد في الدنيا الا انت يا عمر. اوعى تسيبني. أنا عمري ما هنساك يا باكت. عمري ما هنساك. أنا كنت هجيلك حتى لو ما كلمتنيش. كده كده لازم أودعك. تجربتي كانت قاسية جدا وشفت فيها حاجات كتير. أنا هرجع تاني دبي، هرجع للشغل. يمكن البعد في الشغل ينسيني كل اللي حصل. أنا هسافر، يمكن ما ارجعش تاني. انت كمان قررت تنساني يا عمر. عايزك تنقل اللي اسمه رجب الوقت ده لسجن العرب. حاضر يا ريس. لو هرب هحطك مكانه. تمام يا فندم. العالم اللي اسمها امال دي عاوزك تكشف لي على كل الحسابات بتاعتها اللي في البنوك، ملف كامل عن كل نشاط اللي هي بتعمله. عاوز قضايا ما تخرجش الميه. مفهوم؟ بس يا ريس امال دي تبقى زي ما تبقى، محدش فوق القانون. نفذ يا فوزي. تمام يا ريس. أنا ماليش أي يد في عدم تشكيل الحكومة لحد دلوقتي. كل واحد بيعتذر عن المنصب ليه وجهة نظر. يعني سيادة الرئيس ما خدش رأي حضرتك في تشكيل الحكومة الجديدة أو حتى في القرارات اللي تم إصدارها؟ إيه؟ اتخضيت شفت عفريت ولا حاجة؟ لا أبداً. أصل الدخلة يعني بتتسحبي كده. أنا في بيتي أدخل أي مكان أتسحب فيه زي ما أنا عاوزة. في إيه يا مال؟ أنت عايز تتخانقي ولا إيه؟ لا خالص. أتخانقي ليه؟ أنا بس ما بحبش حد يعمل حاجة من ورايا، يلعب من ورايا. وأنا لا بلعب ولا بعمل حاجة من وراكي. كل حاجة بعملها لمصلحتي أنا وإنتي ومصلحة الجماعة بره وجوه. أكيد خد رأيي بس انا حذرته. نفهم من كده ان سيادتك مش موافقه على اللي بيحصل؟ كلام زي ده ما ينفعش يتقال. انا كل دوري ان اساند الرئيس حتى لو كانت كل قراراته غلط. طب كويس، ما ان المصلحه للكل وللجميع، يبقى كان من المصلحه برضو انك تقول لي انك انت اللي قتلت فريد. ايه؟ كنت فاهم ان انا مش هعرف ولا ايه؟ قعد ما تخافش، اوعي تكون فاكرني زعلانه. انت قلتها حكمه، المصلحه اهم حاجه في الدنيا دي. وانا بيني وبينك لا كنت بحبه ولا دايبه في دباديبه،
يعني الله يرحمه ويحسن إليه بقى. حي كسبانين، ميت كسبانين. أكيد أكيد ربنا ليه حكمة في وجود العيلة العظيمة دي. أنا ما اسمحش لأي حد طلعت إنه دخل في حياتي الشخصية. يا فندم دي مش حياتك الشخصية، دي حياة الدولة. طول ما سعادتك هنا جوه القصر وعلى الكرسي ده، حياتك الشخصية ملك الدولة. ويوم لما أقسمت اليمين أقسمته على كده، يعني حياتك الشخصية مسؤوليتنا احنا مش انت، لأن أي تصرف غلط في حياتك الشخصية هيأثر على البلد كلها مش عليكم لوحدكم. أنا مش عاوز أتكلم تاني في الموضوع ده. كويس أوي إن الحكاية خلصت بالطلاق وبس. كل اللي حصل مش هيطلع بره القصر قدام الناس. أنتوا لسه متجوزين، والهانم هتفضل تعمل كل حاجة زي ما كانت قبل كده عادي جدا لحد ما نلاقي طريقة نطلع بيها من اللي حصل ده. أنت بتتعداني يا سعادة اللواء. لا يا سيادتك ما تفهمنيش غلط. أنا وأنت في بينا اتفاق ساعة ما مسكت الحكم. فيه نظام حضرتك بتقوده، ومهمتي أنا إني أحافظ على النظام ده من أي حد حتى لو كنت أنت. وحضرتك أخليت بالاتفاق ده كذا مرة، آخرها اللي حصل مع كمال. من فضلك يا سيادة الرئيس حافظ على الاتفاق ده، لأن أي خلاف بيننا أخطر بكتير من خطورة الهانم عليك. أنت بتهددني يا طلعت. المهم أنا المقابلة بتاعتها، بس على فكرة قدامك 48 ساعة. لو ما جبتليش اسم اللي حاول يختني أنا هيكون لي تصرف تاني. تفضل. أنا هفضل هنا يا ست اللواء، هنا المجلس القومي للمرأة، هفضل هنا بصفتي عضوة فيه، مش حرم الرئيس. آه طبعاً، ولو عايزة إقامتك في أي قصر تاني مفيش مشكلة. لا متشكرة، أنا هفضل في التجمع. على فكرة الرئيس كان عايز يحدد إقامتك وأنا رفضت. يحدد إقامتي؟ ده هاشم بقى افتكر نفسه مسيطر فعلاً. ما تعقله يا ست اللواء. يعني مفيش داعي للعصبية، الموقف دلوقتي كأننا بنحاول نبطل مفعول قنبلة ممكن تنفجر في أي لحظة لو قطعنا سلكة غلط. هاشم خلاص الغرور سيطر عليه وما بقاش شايف اللي بيحصل في البيت، ولو سبته يكمل خناقته مع مريم هيودينا ويودي البلد في 60 داهية، والنظام اللي اتبنى في سنين طويلة هيتهد على دماغ الكل. سيادتك ناوي تعمل ايه؟ هتسيبه يتصرف من دماغه؟ طبعا لا، انا استحملت كتير عشان ما نوصلش للمرحله اللي احنا فيها دي. انا لا يمكن اسمح له انه يولع في البلد اكتر ما يولع. للاسف كنا غلطانين لما مسكناها البلد. أنا اللي عملته، وزي ما عملته حاجته. هات لي التسجيلات اللي نقلها عمر من آيباد الهانم. سيادتك ناوي تعمل إيه؟ هسرب علاقته بجهان للصحافة، هخلي البلد كلها تسعى على منشطات بتتكلم عن فضايح الرئيس وغرامياته. هاشم هو اللي اختار نهايته، نسي نفسه وافتكر انه اقوى من النظام. لازم اهده. ليك وحشة يا ريس، كانت حلوة قوي الحركة بتاعت العزة دي، ضربت بيها عصفورين بحجر.
يا ترى انت عارف سبب مقابله ليك النهارده؟ لا صراحة مش عارف. في مستين عندك انا لسه فاكرهم، الذكاء وتغليب المصلحه، والاخيره دي بعتبرها اهم ميزه عندك. لو الناس اللي في الشارع دول نصهم مش تبعي، دول نازلين لوحدهم من غير اي تعليمات، بس النص التاني نازل بتعليمات وباشاره يرجعوا لبيوتهم كلهم. انا عندي حلول كتيره بس ده هيكلفنا دم كتير قوي، والدم مش في صالحك، بس احنا كتير قوي ما بنخلص. انا عندي ساعتك اوبشن تاني الاتفاق. ايه هو الاتفاق؟ البلد داخله على تغييرات كبيره قوي، وبالتالي انت تحب يكون لك دور فيها. عايزني ابقى مستشار؟ اصلي جربتها قبل كده وما عجبتنيش. انا مستأذنك عشان عرض عليك عرض يا سيدة. عرضي هي اكبر من كده بكتير. البرلمان؟ هاشم ناوي يحل البرلمان، عايز يعمل تعديلات، والباقي انت عارفها بقى. يعني من الاخر كده بيعرض عليكم الحكومه. وانت بقى ناوي تلعب مع مين يا سامي؟ معاكي. انت عارفاني حريف، ما بحبش اقعد على الدكه، احب ابقى على طول في الملعب. برافو، طول ما انت معايا هتفضل على طول في الملعب. اصل الايام اللي جايه الماتش هيسخن قوي. طب بخصوص السخونيه بقى، الواد رامي بقاله كام يوم عمال ينخور ورا العيال، انا حاسس كده ان هاشم هو اللي ورا القصه. يبقى كده عاوزني انا. الملعب بقى زحمه قوي يا سامح، لازم حد فينا يخرج. اسمع اللي هقولك عليه ده وتنفذه بالحرف الواحد. الواد ينزل النهارده، تعرفي المكان والميعاد وتعرفيني. يعني كده خلاص؟ مفيش خيال ضل تاني؟ رامي ينزل النهارده. اللعبة خلصت. رامي أنت لازم تنزل معانا الشارع. احنا نزلنا واتبهدلنا واتمسكنا واتضربنا، لازم تشيل معانا مسؤوليه شويه، ما تعملناش فيها ابن الريس بقى. ماشي يا جماعه، انا مش معترض على المبدا على فكره، بس انا عشان اعمل المهم تنفذ يا رامي. انفذ؟ تقدر تقول ان ده اختبار. طب بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا عمري ما هنزل ضد ابويا. مين قال كده؟ احنا من بدري وهدفنا مريم الرئيس. الو، معايا جلال، عايزاك تقابلني النهارده ضروري جدا. قريت الجورنال؟ جهان دي كانت مراتي اللي انت كنت بتلومني وتغلطني بسببها، دي كانت مرات ابنك. طبعا هلا انا كنت متجوزها، دور الباقي بقى اللي كان غرقان في العسل وفاهم ان مفيش حد دريان بيه.
انت مين؟ انت كنت املي انا. انا يمكن ما كانش فارق معايا تبقى رئيس ولا فارق معايا القصه دي كلها، بس انا كنت مؤمن بيك ومقتنع انك لو كسبت كنت هتعمل حاجه كويسه للبلد دي. يا ابني ما تصدقش الكلام ده، ده كلام قرايب. انا عاوزين شباب صوتي، عاوزين يحاربوني. تفضل تكابر وتعافر لحد امتى؟ الجرايد نزلت المكالمات مكتوبه، لو فضلت تكابر وتعافر كده هينزلها لك صوت وصوره عشان الفضيحه ما تتنسيش خالص. انت اللي سبت نفسك لوحده زي دي وبابا تعمل فيك كده. كفايه بقى يا ابني، ما زودش العذاب والالم اللي جوايا. أنا مش طالب منك إنك أنت تصدقني، أنا كل اللي طالبه منك إنك تقف جنبي، جنب أبوك. أنا حاسس إن الدنيا كلها واقفة ضدي. حاضر يا بابا. حاضر. أنا هقف. بس ضد الست دي. ومش عشان خاطرك أنت، لأ. عشان خاطر الست دي بقت أخطر بكتير على البلد دي منك أنت. أنا هنظم مظاهرات. وهسخن الشارع كله ضد الست دي، ومش هسكت لما اخلص منها. قوم يا رامي، قوم يا ابني. عاوز اسند ظهري عليك. ما تكسرش، ما تكسرش ظهري يا ابني. انا اخدت طلقة قمت منها، وانت كمان، انت كمان حتقوم. حتقوم. عاوز اعترف لك الاعتراف، عايز اقول لك ان انا اسف، اسف على كل حاجه. كان نفسي ومن عيني كنت سامعني دلوقتي عشان اسمعك وانت بتقول لي انا مسامحك. مسامحك 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 يا بابا. Thank you.
مش كل ماضي بنعشقه، في ماضي لازم نعشقه.